اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج لف مصر ببلاش. النهارده طلعنا على الصحراء الغربيه ورحنا واحه الدخله. واحه الدخله تحديدا تابعه اداريا لمحافظه اسمها محافظه الوادي الجديد واللي بتحتل 44% من مساحه مصر الكليه. محافظه واحده بس تقريبا تلت او اكتر من تلت مساحه مصر الكليه. احنا في قلب الصحراء الغربيه في الواحات الدخله، سافرنا عشان نيجي نسجل معاكم هنا ونوري لكم الاماكن اللي تقدر تزورها، الاماكن الجميله اللي تقدر تيجي وتقضي فيها وقت ممتع في مصر وبارخص الاسعار جدا، لان ده هدف من اهداف برنامجنا لف مصر ببلاش. واحه الدخله عشان تقدر تسافر لها من القاهره بتسافر عن طريق ميناء القاهره البري. ميناء القاهره البري فيه اكتر من 4 مواعيد بيطلعوا من القاهره لواحه الدخله بشكل مباشر. في ميعاد بيطلع صباحا الساعه 6 صباحا، وفي 3 مواعيد بتطلع بالليل الساعه 6 والساعه 7 و8 او 7 و8 و9 على حسب المواعيد المتاحه. تقريبا المده الزمنيه اللي بتقدر تقطعها من القاهره لحد واحات الدخله 10 ساعات. زي ما احنا شايفين قدامنا ان التحرك بيبدا من محافظه القاهره مرورا بالصحراء الشرقيه بنسميه طريق الجيش، بعد كده بياخد تقاطع مع محافظه اسيوط، ومن محافظه اسيوط بيبتدي يتجه غربا لواحه الدخله. دلوقتي في قرية القصر الإسلامية التابعة للواحات الدخلة. قرية القصر طبعا من العصر الأيوبي، يوجد فيها بقايا مسجد اسمه مسجد الشيخ نصر الدين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد والفارقين من عرب ومن عجام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. طبعا يوجد به مأذنة، المأذنة دي طبعا 21 متر. المأذنة طبعا في العصر الأيوبي ما كانش فيه طبعا آلات تكبير وحاجات زي كده، كان بيجي طبعا العامل اللي شغال في المسجد بيطلع مثلا 5 أوقات طبعا في المسجد بينبه الناس على بينبه الناس طبعا على الصلاة. الله أكبر الله. برضه في طبعا بعض المنازل المتهدمه طبعا ترجع للعصر، وكمان تعتبر مدينه مكتمله فيها بيت القاضي وفيها محكمه وتدعى برضه مدرسه. احنا دلوقتي طبعا المنزل اللي احنا فيه دلوقتي ده يجمع المدينه بالكامل. طبعا كان بيحكم المدينه طبعا عدد من البوابات الخشبيه داخل المدينه، كان مثلا توجد فيه حاليا 7 بوابات. في بوابة أساسية في أول المدينة، وفي بوابة تانية في آخر المدينة، والباقي البوابات بتكون في وسط المدينة. كل ده كان يعني نظام تحكم من داخل المدينة من أي أعداء من بره يجي ياخد مثلا. كانت أصلا كانت المدينة من يعني من المدن اللي هي مؤسسة يعني القبيلة للاقتحام داخل المدينة. We'll be right back.
احنا عارفين ان من اكتر المنتجات اللي بتطلعها واحدة الدخلة البلح والزيتون. بالنسبة للزيتون هنا عندنا نموذج لميكنة خاصة بعصر زيت الزيتون بالنظام البدائي او بالنظام اليدوي اللي كان بيستخدم من تقريبا 300 ل 400 سنة. اول جزء خاص او المرحلة الاولى من عصير او من زيت الزيتون بيبدأ من الحتة دي. زي ما احنا شايفين عندنا هنا الجهاز يعتبر او آلة يدوية مكونة من أرابيكا كاسياوود أو خشب صمت مع فرع أو للنخل أو لجذوع النخيل وهنا حجر رملي. بيتجاب الزيت أو بيتجاب الزيتون الأول بيتحمص لحد ما يبقى لونه أسود وبيبتدي يتحط هنا تحت الحجر الرملي ده. الناس بعد كده بتبتدي تزق أو تقوم بقى حركة دائرية عشان تعمل جرش للزيتون. الزيتون بيبتدي يتجرش. بعد ما ناخد الزيت او الزيتون المجروش بنبتدي ندخل بيه على المرحله الثانيه. شوف المرحله الثانيه الثانيه من مرحله عصر الزيتون. بعد ما يتجاب الزيتون المكروش من المرحله الاولى اللي احنا شفناها بيجي على الجهاز ده او بيتحط ما بين كل طبقه وطبقه الزيتون. وبعد ما برص الزيتون بتاعي وارجع ادي الحركه بتاعتي مع قرار الساعه ويبتدي الخشب او خشب الصمت بيضغط على اللوح ده فيضغط بعد كده على الزيتون لحد ما ينزل منه زيت الزيتون الخام اللي هو بينزل لي في المكان ده اللي بنحط فيه الاناء فخاري عشان نقدر ناخد منه الزيتون. ودي المرحله الثانيه والنهائيه من عصر الزيتون. مازال اهل الواحات بيستخدموا في الادوات المنزليه بتاعتهم منتجات من الفخار. المكان احنا موجودين فيه دلوقتي ده اسمه مصنع الفخار، موجود في قريه القصر الاسلاميه. زي ما احنا شايفين هنا قدامنا بيجيبوا القايمين على المصنع الطامي موجوده من التربه الجبليه اللي موجوده برده هنا في الواحات الداخله، بيبتدوا يضيفوا عليها الميه ويعملوا لها عمليه تخمير بتقعد لمده يومين. بعد اليومين بيستخدموا معاها ماده وهي رماد الافران البلدي اللي طالع من الحرق الخشب نتيجه حرق الخشب اللي موجود، بتضاف بيها وتتخلط عليها وتدخل في المرحله اللي بعد منها على المصنع جوه اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. بيبتدي يتشكل وياخد بعض الاشكال اللي ممكن يستخدمها الشخص اللي قاعد في البيت او المواطن المصري اللي موجود في الواحات الداخله. زي مثلا انا شايفين القله عباره عن اناء فخاري بعد ما تمت عمليه التشكيل والحرق بيستخدمها مثلا في تبريد المياه بدل الكوندير بدل الثلاجة. بعد ما بياخدها من هنا بيبتدي يعمل لها عملية جلية أو نظافة ويستخدم فيها تخزين المياه اللي بتبقى دايما ساعة سواء في الشتاء أو في صيف. اتكلمنا بعدنا مرحلة التخزين، بتتجاب الأناء الفخارية اللي بتبتدي تتشكل وبتتصنع بتتخزن لمدة 3 أيام في الشمس لحد ما تجف بالشكل ده. بعد كده بتدخل على مرحلة الأفران أو مرحلة الحرق اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي، بحيث ان المنتج بيدخل على الفرن بهذا المنظر بيطلع لنا في الاخر منتج محروق بالشكل ده، بيبقى جاهز للاستخدام المنزلي. المرحله
الأخيرة من مرحلة التصنيع هي مرحلة الحرق اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي أنا قاعد عليه ده الأفران بتاعة عملية الحرق. بعد ما بياخد المنتج اللي اتصنع وتخزن في الشمس لحد ما حصل له عملية جفاف للمية منه، بيبتدي يرصه بشكل معين داخل الأفران، ويستخدم برضو بعض النباتات والأعشاب المحلية زي اللي قدامنا ده، بيطلق عليه في الواحات هنا العبل، بيتحط فيه حوالين المنتجات اللي هي لسه ما تمتش عليها عملية الحرق، وبيسيبه 3 ساعات أو 4 ساعات على حسب نوع الخامة اللي هو هيصنع بيها أو نوع المنتج اللي هيصنع بيه، بتختلف المدة الزمنية من منتج لآخر، وبعد كده بيبتدي يطلع المنتج عشان يبقى جاهز لعملية البيع والاستخدام المنزلي. النكهة دي عبارة عن ايه؟ خشب صنط، وبعدين فيه ايه تحت؟ فيه مسمار حداد، وفيه الدوم من اللي جوه ده فيها نصين، وبعد كده انا احطها في الحجر تحت، نكمل المسمار مع الايه؟ مع المسمار بتاع الدوم ده، ولبسها فيه في السهم بتاع الدولاب، وبعد كده حط الطبلية دي، في طبلية تحت بعد كده، وبعد الطبلية هنزلها فيه في على الميزان، وبعد كده هنشبط في حبل هنا، ايوه هنشبط الحبل في الدولاب. جميل. وبعد كده نشتغل عليها. بتحرك بقى المكنة ازاي؟ اتحرك برجلي. بالرجل. رجلي. وبعد كده اشتغل اي حاجة. الحاجة اللي انت بتعملها لنا دي بقى ايه النهاردة؟ دي قولة. قولة. قولة صغيرة. هي في قولة كبيرة بس عليها طاقم راح. اه. القولة الصغيرة على مرحلة واحدة.